جبل الغيم الأزرق وطني يا قمر الندي والزنبق يا بيوت اللي بيحبونا يا تراب اللي سبقونا يا صغير وسعدني وسعدني يا وطن. ذكروني وبلابل القمر يندهوني جيراني بالأمطرة ذكروني وبلابل القمر يندهوني شجر أراضي سواعد بحري شجر وحجارة بحري خير يا جماعة وليد ما بعرف انت شو صار بيت عمي ابو نعيم الله يستر يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله يا علي الله يصبر ليمك حسبي الله ونعم الوكيل شف مثل الوردة في على طول إن شاء الله خير شو القصة شو في يا أبو مروان نعيم عطاك عمره يا أبو سامي شو الحكي اليوم الصبح مر لعندي شربنا قهوة سوا طلع على شغله الصبح ما رجع بعد الظهر شغل بالون عليه اتصلوا قالوا لهم طلع بعد ساعة اجاهم تليفون من المستشفى قالوا انت عصتموا جسد يكون في غلط يكون في تشابه اسماء هلأ رجع ابو نعيم من المستشفى وتعرف على جسي وعم يقول انه مبشعين بجسده من هدول اللي بشعوا فيه شو بدهم بنعيم الصبي ما له دخل بشي يا ابو سامي ما وقفت عليه الشغل ثلاث ارباع العالم عم يروحوا هيك شي ما بيتصدق في علاقات ان شاء الله الله يجيرنا الله يتلطف فينا شبت الوردة شادي كتير عم بيعذبني لحتى النام معلش بدك تطولي بالك علي ولد صغير ونقلنا فجأة من جو لجو بده وقت ليتعود حلو يتعود صرنا ست شهور لا صرنا ست شهور ست شهور و13 يوم وعم تعديه مالي مصدق امتى نخلص من هالقصة وارجع عالشام والله يا لينا الشغلة مبينة الطولة عم بيقولوا بعد الانتخابات الأمريكية بده يصير تغيير كتير مهم مين هدول؟ رفقاتك اللي على الفيسبوك؟
ليش هدول مين عم يرد عليهم ومين عم ياخذ برايهم؟ مو بس جماعه الفيسبوك، كل المحللين السياسيين عم بيحكوا نفس الشيء. المحللين السياسيين اللي عم تشوفيهم انت، بس اذا بتسمعي الروس بتعرفي انه الشغله بدها تطول. مشان هيك هالوقت اللي عم تقضيه على الفيسبوك وعلى الاخبار ابنك اولى فيه. كريم ليش هيك عم تحكي معي؟ ليش من اول ما اجينا لهون انا شو لي شغله وعامله غير انت وشادي؟ الفيسبوك والتحليلات السياسيه تبعك. حط حالك محلي، جاي على بلد جديد ما بتعرف فيها حدا، ما في شغل، ما في شيء، قاعده بين اربع حيطان، شو بدك يعني اعمل؟ وقت اقنعتني اجي لهون قلت لي بكره اخواتي ما بيتركوكي، دخلك مين شفت فيهم؟ لينا، من اول ما اجينا لهون كلياتهم عزموكي وانت ما عرفتي تكسبيهم. اكسبون؟ انا اللي بدي اكسبون؟ فكري انا اللي ناسحه من بلدي وتاركه بيتي وما بعرف حدا هون؟ لينا، اذا لسه بسمعك عم تقولي هالكلمه مره ثانيه ما بتعرفي شو بيصير. ها نحن مالنا ناسحين. اسفه ما كان قصدي. كم مره صرتي قايلتي هالكلمه قدام ابنك؟ بالله شادي لسه صغير، حتى لو انقالت قدامه ما رح يفهمها. مو المشكله انه يفهمها، المشكله انه يحفظها ويصير يرددها ويحكيها على الطلع والنازل قدام العالم قدام رفقاته. بوس ايدك لينا، بدك تخففي لي هالنق تبعك شوي، بدك تخففي لي هالنق. بوس ايدك ووش وقفى انه حملنا حالنا واحسن نطلع برا البلد ونقوي حالنا ببيت مثل العالم والخلق. شو بدهم يقولوا الناس اللي قاعدين وعلقانين تحت الضرب والقصف والدج؟ ما عم بيحكوا لك رفقاتك عن الخوف والرعب؟ ما عم بيحكوا لك عن الحواجز بالشام؟ كل اربع خمس عيال عم ينزركوا ببيت واحد وعم بيقولوا ماشي الحال الحمد لله، لسه ملاقيين بيت نتقاوى فيه، مو مثل الناس اللي راحت بيوتها وصفيانين بالشوارع وبالجناين. يا لينا يا بنت الناس، في عالم كانت عايشه ببيوت صارت عايشه بخيام. بتفهمي؟ وحضرتك عندك مشكله انك ما عم تعرفي تنامي ابنك بالليل، عم بيعذبك بزمتك بضميرك، هذا منطق؟ خلص كريم انا اسفه، كنت عم فش خلقي ولو. طيب بدك شيء؟ انا صار لازم اروح عندي اجتماع بالمحطه. سلامتك. إذا بدك شيء حكيني تليفون. أوكي الله. لقد بات جميعنا يعرف أننا نقف اليوم عند مفترق طرق خطرة، وما الأحداث العاصفة بالعالم من حولنا من ثورات الربيع العربي إلى نزيف الدم السوري إلا لخير دليل على تغيير جذري وشيك سوف يعصف بنا، إن لم أقل إن رياحه قد هبت فعلا على لبنان، وما أحداث طرابلس وعمليات الخطف الأخيرة إلا مقدمات واضحة لا تقبل التفسير لما سيصير إليه حال البلد إن لم نخرج على وجه السرعة من الدائرة. سامي شوفي بعد ما خلصت أورينا. قلت لك ألف مرة إذا شفتيني عم بشتغل لا تعطيني، إذا ما كتير في شيء ضروري وملح تركيني. أوكي ابنك عم بيحشش. إيه شو عم بيحشش؟ صار لي فترة شاكة بالموضوع. ليش ما خبرتيني؟ خبرتك من جمعتين. لا قلتي لي انه عم يدخن، ما قلتي لي انه عم بيحشش. قلت لك عم بيرافق شله من الشباب مش عجبتني بالمرة. ما على اساس قلتي لي بدك تحكي معه يقطع علاقته فيه. حكيت وطلع شعر على لساني انا واحكي معه. بس يا سامي يا حبيبي، رام عاد صغير صار عمره 18 سنة، يعني اذا بلح عليه شوي بالحديث يمكن يتركنا ويمشي. طبعا أنا خلاص أنا بحكي معه، أنا بحكي معه خلاص. فيني أرجع أشتغل؟ رجع أشتغل.
وما أحداث طرابلس وعمليات الخطف الأخيرة إلا مقدمات واضحة نطاق التفسير. صير على البلد في أنه يخرج على وجه السرعة من الدائرة. بالذات يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، انا منيح والولاد منيح، عم يحكوا معي كل الوقت. دينا صارت عزبتني كذا مره روح لعندها، مو بس دينا، الكل بدهم مني روح لعندها. امبارح سامي الا شوي كان على صوته علي، مو انه يعني على صوته بس حسيت انه طلع خلو. قال لي ما بعرف شو اللي مقعدك بالشام لهلا. كنت بدي اقول له انت سكتت. عم تفهم علي صفاء؟ ايه عندك معلم، خليكي معي خليكي معي. صفاء بدك تدبريها، ما بعرف شلون تحكي مع كل عملائنا بدبي، بعدين بتروحي لعند سامر على مكتبه بجبل علي. خليكي معي شوي. شكرا معلم. تروحي لعند سامر على مكتبه بجبل علي، من هنيك بتحكي على مكتبنا بالشام. كل شي ناس إلا معهم مصاري بتجيبيهم، ما بعرف كيف. أبعتي موجودة هون بمرفق بيروت، وكل يوم تأخير عم بدفع بلاوي زرقاء عليها. عم تفهمي؟ ما بدي مماطلة من نوبة. صفاء ما في تحاولي، بدك تخلقيهم خلقة للمصاري. القصة فيها خراب بيت لأنه عم تفهمي؟ خليكي معي شوي. اسمعي صفاء، أنا ما حدا أقول لك بكرة، أنت بتحاكيني وبتخبريني أول بأول شو عم يصير معي، ماشي؟ يلا سلامات، يعطيك العافية، مع السلامة. الشام تغيرت يا وفاء، ما عادت الشام اللي بتعرفيها. مو بس الشام، البلد كلها ما عادت مثل قبل. يا لطيف شو في زحمة وحواجز. عم تحضر الماستر تبعتك عنه؟ كيف ماشي الحال؟ ماشي الحال الحمد لله. شو عنا تروح هلا تحضره؟ تأثير الإعلام بالربيع العربي. طيب وهذا الشيء اللي خليك تيجي لهون ولا في شيء اسباب تاني؟ لا الحقيقه انا كنت عم كمل بجامعه دمشق، ومثل ما بتعرف يعني وعم بتشوف الامور كل مالها عم ترجع لورا. عندك علاقات شيء بالمعارضه السوريه اللي بلبنان؟ لا. اكيد؟ اي اكيد. عندك اصحاب بالمعارضه؟ عندي اصحاب بالمعارضه وعندي اصحاب بالموالاه. طيب وفرضا مش الحال بدك تشتغل معنا، فيك تنسق بوقتك بين شغلك ودراستك؟ لا أنا بالنسبة للدراسة ما في مشكلة، أنا بالأصل عم بعمل رسالة ماجستير ومالي مرتبط وملتزم بدوام. أوكي كريم، نحن مبدئيا رح نتعاقد معك، رح تكون معد مساعد بالبرنامج اللي بتعده الإعلامية ريم، بس قبل ما تمضي الكونترا معنا رح خليك تشتغل على حلقة تكون مثل تيست لإلك لنشوف شغلك كيف على الأرض، بيصير في تقييم وعلى اساسه بنتفق على الكونترا وعلى قيمته. في شيء ما يقال؟ لا طبعا. اوكي عظيم، هيدا الفايل تبع البرنامج، شوفه معك وقت لبكره لتطلع عليه. اوكي على كل حال انت منك بعيد عن موضوع الحلقه بس بدي اياك تشد الهمه. اوكي حبيبتي ما ينشغل بالك، بس صار لي فترة عم أعرق عرق بارد من دون حرارة يعني. امبارح عم قل له لأبو سعيد، قال لي من الخوف وصار يتمسخر مثل عادته. قلت له لا، قلت له يا أبو سعيد
اللي شارك بحرب تشرين واخذ وسام لح يخاف من صوت الرصاص. بس فعلا ما بتصدقي اذا بقلك انه طول الليل ما عم بقدر نام من كتر الهبج واللبج. شي بخوف يا وفاء. ولك صحيح نسيت خبرك، اليوم اتصلت فيي ميرا تقبر قلبي، قال عم يعملوا بروفات لمسرحية جديدة يمكن يعرضوها الشهر الجاي وعزمتني روح احضرها. وعدتها بس ما بظن اني روح، شو بده ياخذني؟ بس ما بعرف من هون لوقتها فرج ورحمة. يا اشتقت لك يا وفاء، يا الله شو اشتقت لك. على فكرة اليوم توفى نعيم ابن ام نعيم، تصبحي على خير. كيفك استاذ راجي؟ مين ناطر انا؟ ما اتفقنا تحكيني على الساعة 10؟ ليش صارت 10؟ صارت 12 ونص حبيبي. اسف. اسف؟ لا تواخذني ما انتبهت للوقت. معناتها لو بجيب خط تليفون كان واحد بتلفن لك بسألك سؤال على التليفون بلا ما انقبر انت حالي واجي لهون. بعدين كيف بدك تتذكر نزل لي شرب كل الوقت؟ مش ممكن. ما تكون اللوحة منا خالصة كمان. ريان شوية رتوش للصنع التقوص. أي صبا؟ صار لك 3 ايام بتقلي الصبح يا زلمه، يا صبح منهم حبيبي. اذا بتريد شغلي ما بدك الا التوتر. لا دخيلك ما تتوتر، اوعى تتوتر. بعدين وين الاحمر؟ نحن ما اتفقنا انه تكون مكتر الاحمر؟ ما تتنهد راجي بشرفك، نحن ما قلنا انه الاحمر هو يكون اللون الطاغي، وين الاحمر؟ هلا كل الاحمر وما في احمر؟ نحن ما اتفقنا انه يكون في احمر، اتفقنا انه الاحمر يكون هو الطاغي، يعني الدنيا طار لي زي احمر يا زلمه بنص. بعدين الاحمر هذا يمكن منه طابق للون الفرج، جبد المسرح شوف جبد المسرح. ما اتفقنا انه هذا الاحمر بده يكون طابق للون الفرج تبع الجماعه، انت مدري شو طارق اي احمر؟ لك ما واحد بيرسم اللوحه بيحط المسرح حده بالضبط يقدر يعرف اللون الاحمر بده اياه. الله عليك يا راجل، الله عليك يا راجل.
اللون منه مطابق. بلا بلا، هذا اللون هو ذاته. ايه بلا، بصدقك بصدقك وكذب عيوني، هيدا اللون منه مثل لون المسطرة. ايه مزبوط كلامك، بس لانه المسطرة كانت موسخة شوي، غسلتها انبلت تغير لونها. لك يا سلمى ليش حتى تغسلها؟ ما هيدي دليلك ورزقتك. شو بدي اعمل هلا؟ وعدت الجماعة سلمهم بكرة. انا هلا بقعد بزبط اللون. ولك كيف بدنا ننقلها؟ بركي ما نشفت. معلش هي شغلتي انا. ما انا هيدا كنت مفكره يا استاذ راجي، انا كنت مفكرها شغلتك، بس الظاهر طلعت مش شغلتك. انا من الاساس قلت لك يا راجي انه اللون اللي باللوحة عنا بده يكون يعني مثل دم الغزال، بس انت هون فقعني لون ما بعرف كيف هيك، لون جامد يا زلمة جامد، ما في حرارة، ما في حرارة الدم، دم 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 عنده حرارة هيك وعم يغلي، بده يكون عم يحكي معنا هذا الدم، هذا المرض اقتنع فيه هيك حابب تشوف الدم وعم يبقبق، ما شايف يا زلمة هيك شتبيحة والدم عم ينزل منها هيك، بس حس انه دم حرارة. شو عم تعمل؟ اوعى تكون ناوي تعدل على اللوحة، ما بقى معنا وقت. ها مو بدك دم؟ هلا بتشوف كيف بيكون الدم، انا اللي بعرف الدم. بدك دم سخن؟ بدك دم سخن؟ هاي 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 دم؟ هاي دم؟ هاي دم؟ هاي دم؟ شو بدك دم أكثر من هيك؟ شو بدك أعمل أكثر من هيك؟ والله ما بعرف شو بدي قلك يا فؤاد. أوقات بفكر بقول نحن شو طالعنا من البلد، كنا قاعدين واللي بيصير على هالعالم بيصير علينا، بحضر الأخبار ولا الحمد لله اللي طلعنا. أنا لولا مدرسة شادي يعني والله العظيم السنة الماضية ما خلصت المدارس وحدا بيعرف حدا. لك والله أنتوا عم تبالغوا، هاي ولادي ليكم ضلوا يداوموا لآخر يوم بالمدرسة، ما صار علينا شيء يعني. كنتوا بمناطقكم ما صار مشاكل. أهلا. أهلا. شو الأخبار؟ أهلا حبيبي. كيف حبيبي؟ شو الأخبار؟ الحمد لله. ما شاء الله عليك عم تطول. طمني إمتى وصلت؟ والله يعني من شوي من المطار لهون. اجيت من الشام بالطيارة؟ لا ما فتت على الشام، من دبي جاي. شو عم تعمل بدبي؟ عم حاول افتح شغل جديد. اي منيح، شو عليه؟ شكله الامور مطولة بالشام. دايما حبيبتي. صحتين، كمل اكلها. خلص تمام. ما بدك تاكل حبيبتي؟ لا حبيبتي دايما. كروم عم تحكي تطمن على ابوه؟ والله صار لي فترة ما حكيت معه. انا من يومين حكيت وطمنت عليه. والله كتر خيرك يا لينا، فيكي باية اكثر من جوزك. ليش خير يعني؟ لا سمح الله انا مقصر بشيء؟ لا مو صرت مقصر بشيء، بس يعني ما تاخذني بهالكلمة، انا كنت جايتكم لهون مكان ربان. انا لولا شادي ما كنت جيت لهون. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، بس بعتقد انه كان فيك تروح تقعد عند ابوك شهرين ثلاثه لبين ما تهدى الامور بالمنطقه عندكم. انا بعد ما قالوني من المحطه وضعي المادي صار صعب. ايه وهون ارخص يعني؟ لك يا حبيبي مو قضيه ارخص، بس هون في احتمال اني انا الاقي شغل. بعدين قلت لحالي يعني كمل الماجستير. بلا زعبره لك كروب، ليك كنت قاعد بالشام وعم تدرس وعين الله عليك. بالله مزبوط عم تحكي، لانه ما عم بيصير تفجيرات بكل قرنه بالشام، وما فيه بنوب، الشوارع فاضيه ما فيها ولا حاجز. مزبوط. هلا بلا مبالغه، ليكني انا كنت بالشام قعدت اسبوعين هني، يعني العالم كيف بدي لك بلشت تتاقلم، يعني بلشت تتعود على القصه. ما حدا بيتاقلم مع الموت اليومي وبيكون عايش وما احلاه. لك يا رينا والله معك حق، بس انا يعني اللي مزعلني انه هالختيار اللي ملحوش لحاله بالشام. ملحوش؟ ايه ملحوش، يعني شو بتسميه واحد قاعد لحاله بهالبيت؟ لو كانت ميرا معه كانت دارت بالا عليه، بس انت حضرتك نصحتها تيجي تكمل دراسه هون ببيروت. ليش فؤاد؟ ليكك انت بالشام وجنبه بدير بالك عليه. لك يا حبيبتي ما اختلفنا، انا قاعد معه بالشام، بس انا اموري عم تصير كتير سيئه، يعني شغله شهرين ثلاثه بعلن افلاسي، والحقيقه انا عم فكر انقل كل شغلي على دبي. طب هي انت فؤاد عم تفكر انك تنقل كل شغلك على دبي، معناتها ليش عم تلومني؟ بس لاني سبقتك، هي انت عم تعمل مثلي. وطي صوتك هلا في شادي. لحظه انا مو قصه سبقتني وسبقتك، انا عمو فؤاد.
اهلا ابو الشتاء، كيف حبيبي؟ شو طمني عنك، مبسوط ها بالمدرسه؟ شلون؟ منيحه. تعال اقول لك شو اسم رفيقتك اللي قاعده جنبك؟ شو لسه ما نمتي؟ مش جايين نوم. أورنينا حبيبتي، أنت تركي لي هذا الموضوع وأنا بحله. مش بس موضوع رامي لإني. لكن شو؟ نينار هيئتها مصاحبي. لا لا خلص بقى، كمان قصص البنات أنا بدي أتدخل فيها وحلها. أنا ما عم بقول لك كرمال تحلها. لكن كرمال شو؟ الشاب اللي مصاحبته بيكون ابنه لخليل العبود. إيش؟ ابن خليل العبود؟ وشو عرفها فيها؟ كيف شو عرفها فيه؟ ما هن بذات المدرسة وبذات الصف. ليك 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 ليك، وانت شو عرفت؟ ما بتلحق توصل من المدرسة حتى بيجي ياخدها، وقولت مبارح منعتها تطلع معه، ضل ساعة يزمر قدام البيت حتى تلفني جارتنا واشتكت منه. ليك 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 ليك، تركب معه بالسيارة؟ نعم، ومبارح ما رجعت للساعة 12 بالليل. ليش عمره هيدا؟ من عمره يا ديش عمره؟ 16 سنة. ايه صح صح صح. سامي بعرف انه هالفترة فترة انتخابات، بس انا شو طالع بايدي؟ الاولاد كبروا والسيطر عليهم ما عادت هينة مثل الاول، وفي مسائل انت لازم يكون لك دور فيها. خلص سورينا خلص، مشان الله بلا الحجاجة. يعني اذا انا مشغول الاولاد بيفلتوا، اذا انا ماني موجود بالبيت يعني بصير في فلتان؟ طيب الصبي عم بيحشش، انا شو بيطلع بايدي اقول له؟ لك انا ما عم بحكي عن رام، عم بحكي عن نينار. المعروف انه البنات بهيك عمر بمروا بهيك حالات، والمعروف أكتر أنه الأم هي المسؤولة عن البنت، هي بتعرف تحكي معها وبتعرف تلتف الموضوع. قلت لك حكيت معها هيديك المرة وقنعت، بس هو يضلوا ساعة يزمر، شو بعمل يعني؟ بطلع أنا بحكي معه؟ خلص أنا رح أتدخل وحل الموضوع، رح أترك شغلي المتعلق فيه مصير البلد والحزب كمان والحب شكل ولا نيحك. بس صباح الخير. كأنه من ناحية بيت النعساني. نعم مضى المنطقة آمنة يا وليد. نعم عمي. شو في يا وليد؟ علقانة علقانة برا بالساحة، بس صوت رصاص كأنه قريب لهون، الظاهر حدا فات منهم على الحارة. يا أبو مروان كرماله لالله أرجع. لك ريحينا. لك أرجع أرجع، أنت الثاني شو فكرك أنت اللي حتحلها؟ إذا كوفي عنان ما حلها. أرجع أرجع الله يرضى عليك بلا ما تروح فيها هلا. ولك حدي 60 جهنم يروح فيها الواحد، احسن ما يضل عم يتفرج على البلد كلها وهي عم تروح قدام عيونه. يا ابو مروان لكرماله لالله رجع وفوت وسكر هالباب. خلاص خلاص ابو مروان الله يرضى عليك، روح بلا ما ترملها لمرتك، روح. لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. انت على فرنا خليك عم تدعي. ايه
بدك شي فوقها؟ تصبح على خير حبيبي. تصبح على خير. كرشو؟ تعا عاوزك. لا تزعلني بس انا والله الان على ابو سامي يعني. كلياتنا قلقانين. بركي بكره ان شاء الله انا بحاكي وبقنعه يجي يقعد لهون كم يوم. ايه بس الله يخليك لا تقول له انا هون، ما بدي حدا يعرف اني ببيروت. ماشي. شيل هدول المخدات تبع الظهر اذا بدك ترتاح اكثر. ولا يهمك دبر حالك. صباح الخير. صباح الخير. استاذ فؤاد يجي يحاضر فيني. ما صار شيء، هو من حرصه على ابوك. حبيبتي حريصة عليه، ياخده لعنده مو يجي يعاتبني. كريم لا تكبر الموضوع، اخوك عم ياخذ ويعطي معك، شو هالقصة؟ شو صار معك بالاجتماع؟ ماشي الحال. شكله الشغل رح يزبط بس مو بالسرعة اللي كنت متوقع. مو مهم، المهم يزبط. اتفقت معهم على حلقة ساعد بإعدادها وتكون تيست. كتير منيح. بس ما بعرف، الحلقة بتحكي عن اللاجئات السوريات والفتاوى اللي طلعت بخصوص الزواج منها. وين المشكلة؟ انت اكتر واحد بتقدر تعمل بحث بهذا الموضوع وتحكي عنه. بعرف. اذا بدك بساعدك. حبيبتي انت بتساعديني وبتساعديني لما بتديري بالك على شادي اكتر من هيك. مو قصدي انك ما عم تديري بالك، بس أنا كل ما بشوفه قاعد قدام هالتلفزيون وعم يقضي ساعات وماطت شفايفه لتحت هيك بس حالي رح جن. شفته شو انبسط بعمه؟ منيح اللي تمسكت فيه ينام هون. بلا شو؟ ما هو جاي ينام هون، أخي وبعرفه، بس إذا بيصح له يعني نومه مع منية ما بيقول لا. تصبح على خير. أنت من أهله. لينا؟ يا ريت عم يجهدك تقنعيه يصير ينام لحاله بقى. طول الليل عم يرفسني. هلا هذا هو السبب؟ يا ستي هاد واسباب تاني. عندك مانع؟ شرفي مرمورة. ايه هلا. لا ما قادرة ما قادرة اقوم، تا احملني. شو؟ احملني ما قادرة امشي. لكي بلا المزح هلا. لفوت لحالك. شو عم تشتغلي فيني يعني؟ بدك دللك؟ بدك تدللني الاول. غير هيك؟ بروح على بيتي. ايه بتأمري. استاذ راجي افتح لي الباب الله يخليك. استاذ راجي الله يخليك افتح لي الباب الله يوفقك. افتح لي الباب الله يخليك. استاذ راجي
صباح الخير. صح النوم؟ ليه وعيتيني؟ دقيت عليك كتير ما رديتي. زهر طولت السهرة امبارح. هي طولت السهرة. 11 بالكتير كنت غاشي. 11؟ هيك شيء. يمكن ما كنت منتبهة على الوقت. شي ساعة واحدة أنا فت نمت كنت أنت بعدك سهرانة. وشو عرفك؟ كأني سمعتك عم تحكي على التليفون. لا، ما كنت عم بحكي على التليفون. كنت مدورة راجعة صوت واطي. بعدين يا بنت انت شو قصتك؟ ما تكون عم تتجسس علي ولي؟ ليش عم تعملي شي بيستاهل التجسس؟ دخلك ليه بحس كل الوقت انك عم بتحققي معي؟ لا مش عم بحقق، بس متفاجئة. من شو؟ امبارح قلتي لي انك عم تعملي تشات مع البابا، بس فتت وقلتي حكيت معه شوي على سكايب، قال لي انه صلكن شي يومين ثلاثة ما حكيتوا مع بعض. ما تكوني عم بتشكي فيي يا بنت. لا ما عم بشك. وشو لكي؟ مستغربة شوي. طيب عملي حسابك معزومين على الغدا عند التيتا، جربي امرقي. إذا بقول لك ما نمت لهلا بتصدقيني؟ صاير عم استنى الصبح لحتى تفيقي واحكي معك. قد ما انتظرتك تيجي مع الصبح صرت حسك انت الصبح تبعي. صباح الخير. عمري شو حلو هالحكي. يعني شو؟ يعني بابا هي آخر مرة منزل فيها أنا وماما مشان نستنى الباص. يعني رح انزل لحالي؟ أي حبيبي شو فيها؟ ليش بالشام ما كنت تنزل تنتظره لحالها؟ إيه هونيك كانت حارتنا، بس هون لا ما بتخاف يخطفوني؟ يخطفوك؟ مين بده يخطفك بابا؟ لا عم بيخطفوا السوريين، ليه ما سمعت؟ لا بابا حبيبي لا، هذا الحكي ما له صحيح. بعدين أنت مين قلك هذا الشيء؟ رفيقي بالمدرسة. ايه قلو لهذا رفيقك انه مو صح هذا الحكي. بس بابا هو سمع من التلفزيون. لا حبيبي لا بابا، هو شايف شي مسلسل ومفكر انه هيك عم بيصير. تمثيل بابا، يعني تمثيل، عرفت حبيبي؟ مو كل شي بيقولوا لك يا رفقاتك لازم تسمعه وتصدقوا. ايه هذا الكلام مو صح، ما تخاف ابنك. ايه حبيبي يلا حبيبي اجا الباص، يلا تعال. انتبه انتبه بابا، انتبه انتبه. هات بوسه هات بوسه هات بوسه هات بوسه هات بوسه. يلا حبيبي يلا. على بيت الأستاذ عبيدو مش هيك؟ إذا عجبته جيب لي حقها على القهوة تلاقيني هنيك. وإذا ما عجبته؟ بتكبها بأول حاويت زبالة بتلاقيها بطريقة. عم بحكي عن جد أنا. وأنا عن جد عم بحكي. إيه ماشي.
بونجور. علي بونجور بابا. شو وينها ماما؟ سادة نايمة. طيب يلا بدك شي؟ سلامتك. شو وين اختك؟ ليش ما تروح معها؟ عم يمرقوا عليها اصحابي ياخذوها ماما. وليش ما تنزل معك بالسيارة؟ شو بعرفني قصدي عم تأخر مشان ما تجي معي. عم ورا حسابك اليوم بدي اقعد انا وياك. خير فسدية جديدة؟ رام. عم نمزح بابا شو بيك؟ انا ما عم بمزح. طيب يلا باي. مع السلامة. سارة؟ نعم. فقعت المدام؟ لا نايمة. فقعت؟ لا تركي يا رامي اعملي لي شاي وبعتي لي على المكتب. شو؟ وين الشعب؟ مستر بالمكتب مدام نايمة. اوكي يلا باي. Now.